السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم معايا في وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم غتكون الحلوة ديال ريش بوند اللي تكون مفندة بالكوك. عندي هنايا فقط نيشان المقادير. عندي هنايا قشرة ديال الحامض، واحد جوج معالق كبار بيرو. عندي 320 غرام ديال السكر، زلافه هانتوما كتشوفوا جايه زلافه عامره. عندي هنايا 300 غرام ديال الزبده حتى هي زلافه، وعندي كاس ديال الزيت هانتوما كتشوفوا هاد الكيسان كاس ديال الزبده. غنحتاج 6 البيضات، انا هنا عندي غير 5 على حقاش كبارين بزاف، فحيدت وحده نقصت وحده. غنحتاج 6 البيضات. غنحتاج جوج خمارات ديال خمارات هولي اللي انا ما غنديرهمش كلهم، غندير خماره ونص على حقاش هادو فيهم بجوج بيهم فيهم 22 غرام. وعندي كيلو ديال الطحين، الا احتاجي الطحين غادي نزيد، المهم هنا حتى الدرب تاع كيلو. والفاني نسمو بالفاني الا بغيتو، المهم انكم تقدروا تنسمو باي نسمه بغيتو، تقدروا تضيفوها له قشور الحامض قشور التين الفاني النكهات اللي المهم كاين بزاف 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 النكهات اللي بغيتي تنكهو بيه تقدر تضيفو. هاد النهار الوصفه هادي غتكون شويه سبيسيال حيت غادي نخدمها بالباتر. غنضيف عليها هاد السكر على الزبده وغنبدا نخدم، وعاد غادي نضيف موراها البيض والزيت. هانتوما كتشوفو الزبدة من بعد ما خدمتها كترجع هكا كريمة. غادي نضيف عليها الزيت، الزيت سمحو لي حتى التاحين، نضيف البيض اللي تتخاف من البيض انه يسبق لها ضايع، فمن الاحسن انها تهرسو في زليفة تهرسو وحدة بوحدة. انا عارفة هاد البيض مزيان داكشي علاش، مي بصح حنا في المغرب تنلقاو بزاف البيض تنلقاو بعض شي مرات البيض تيبقاو ضايع. غادي نولي نخدم بالباتر. هانتوما كتشوفو هنايا من بعد ما خلط تيكون مخلط الماء خالط مزيان، تنضيفولو هاد الكاس ديال الزيت. وكنبداو نخدمو. هانتوما كتشوفو هنايا الخليط من بعد ما خلطتو مزيان. ماشي بالضروره انكم يكون عندكم الباتور، اذا عندكم لينكس تقدروا تخلطوا فيها ديروا المكونات كاملين تخدموهم. غادي نضيف هنايا نص ديال الفرينه، بقات لي واحد جوج معالق صغيره هنايا ما عمراش. غنضرب بسم الله. عندنا البرد، رجع عندنا البرد حتى كان بدا يسخن الحال ورجع البرد، ولينا البينوارات ديالنا الغلاض. صافي تنبقى نخلط هكا حتى تندير الكمية
هما كتشوفو هنايا باقية خاصها، دخلت فيها داك الكيلو ديال الطحين ومازال خاصها. وزنت هنايا 300 غرام، غنشوف شحال غناخد منها. انا هاد العجينه هادي ما خصنيش، هاد الحلوه هادي ما خصنيش تكون ثقيله، يعني تكون عاديه ما تبقالناش خفيفه، وفي نفس الوقت ما تجيش ثقيله. كنظن غيبقى خاصها واحد شويه ديال الطحين، ماشي بزاف. هانتوما كيفما شفتو دخلت لي ديال الطحين كيلو و 360 غرام اللي هزت لي الطحين. صدق واخا حرش ما تيشربش مزيان، هانتوما خصها تبقى هكا، تبقى خفيفة ما تجيناش يابسة. ماشي علاش الطحين غضيفو بالقياس، باش على حساب شحال غادي يدخل لكم هو كيفاش تيشرب. هانتوما كيف ما شفتو معايا داكشي مرات تيصدق الطحين تيشرب دغيا كيف الصابلي الى راكم تشوفوه في الفيديو. اللي جاني الطحين هو هذاك، هادي لا كان خاصني نزيد على القياس ديالها. المهم غادي نبدا نشكلها، نشعل الفران ونبدا نشكلها نكورها في البصلات. سمحوا لي هاد النهجه. هنايا البصله غيدخل الفران، الفران شعلته على الحراره ديالو، من بعد غادي نقصلو من سخون. غنديرهم انا هكا محربين، نقدروا نديرهم مكورين بحال هكذا. الحبه تكون فيها ما بين 16 و 17 غرام، باش ما يجيناش صغيور وما يجيناش كبير. يعني بحال هكذا، اما هكا مدور اما هكا طويل، يعني نقدر نستعملوه جوج ديال الطريقات. انا باغياه هكا. انتما الحبه دائما كلكم في الطبسه الاول ديال الحلوه ما تلصقوش الحلوه مع بعضياتها، حيت ما تنقدروش نعرفوا راه بعض المرات الحلوه تتخدم لنا شويه اكثر من القياس. داكشي علاش دائما الطبسه الاول بعد الحلوه شويه. وين في الطياب الا شفتوا الطبسه الاول ما بالعكس تتبقى هذا ما تت يعني ما تخمرش ما تتلاصقش، داك الساعات تقدروا تقاربوهم. ومن الاحسن ان مثلا الحلوه ما تقارمش، يبقى بيناتها شويه ديال الفرق باش ما تنعرفوش شنو هذا، لا ما تجينا لاصقه وحده مع وحده وتضيع الشكل ديالها. صافي تنبقى مستمره بهاد الطريقه، انا تنحب لهم بحال هكذا، ما تكبروهمش ولا يديكم تمشي قد قد.
صافي غنبقى مستمره انا بهذه الطريقه هذه حتى نكملهم. بغيت ندير معكم هذو الكورين هانتوما كيجيو على هاد الشكل هادو. غنستعمل حتى غنكمل الكمية لي عندي وغادي ندخلها للفرن. ها هو داك الغسيل اللول ديالي من بعد ما طاب، خصو يطيب غي بحال هكا، يعني يتحمر غي شوية من تحت الذهب ومن هنا يبقى بيض باش ما يقصحناش. و لي بغيت نقول لكم هو أن هاد الحجم هذا اللي درت أنا جاني شوية كبير، ما بغيتوش هكا، ما بغيتوش يكون كبير هكا، بغيتهم يكونوا صغيورين. اللي بغاهم يديرها يكونوا هكا يدير داك 16 درهم كيف قلت لكم، واللي بغاه يجيه صغيور يعني صغر من هكا يدير ما بين 6 7 غرام ماشي اكثر. صافي هكا من اللي زولناه نجمعوه في شي طبيصل في شي يعني في شي حاجه اللي غادي نخبيها فيها في طاسه. صافي على ما نكملوا كلشي باش غادي ننتقلوا باش نديروا له الكونفيتير والكوك. هنايا بقى لي غير هاد الغسيل هدا لي غنطيب، هانتوما كيف ما تشوفو من بعد كيفاش صغرتهم. هنايا هانتوما كتشوفو راهم تيتنخو، ماشي تخافو منهم تقولو راه غادي نصغرهم غيجيونا فريتات، راهم كيجي زوينين. هانتوما هادو اللولة، شو الفرق ما بين اللولة و التانيين. لي بغاهم بهاد القياس هادو راني قلتلكم شنو ديرو القياسات لي دير. المهم صافي غادي ندخلهم الفران نكمل هاد الغسيل هذا اللي بقى لي طيب ونتلاقاو باش غندير لهم الكونفيتير. الكونفيتير اللي تاعو غيكون نسم بالنسمه ديال التشين، التشين ولا الحامض حيت راه فيهم القشره ديال الحامض. هنايا من بعد ما طابت الحلوه كلها كما كتشوفوا غادي نوجد لها دابا عندي هنايا الكونفيتير ديال المشمش اللي خاص بالحلوى، ماشي ديال ماشي اللي فيه طراف، خصو يكون خاص بالحلوى ما فيهش طراف بحال هكذا. غادي ندير عندي هنايا قرعه ديال كيلو هنايا عندي معصرة جوج كيسان ديال التشين، تقدروا ديروا كاس التشين وكاس الحامض كيف ما بغيتوا، انا فكرت ندير جوج كيسان ديال التشين. وغندير قياس واحد كاس ديال السكر. صافي هكا غنردو فوق البطاط حتى يذوب لي السكر وتخلط هاد الكونفيتير مع داك الشيء باش غادي نخليه هكا سخون وغادي نبدا نستعمل فيه هاد ريش بون ديالنا. نديرو فوق البطاط باش نذوبو العافيه باش يذوب ونرجع نطلعو. وهنايا هانتوما كيف ما تشوفو عندي هنايا الكونفيتير والسكر، راني زدت فيه واحد نص كاس. عندي هنايا هو دا مازال غليان، غادي ندير فيه هاد الحبات هكا، وانا تنخليهم ما تنزولهمش دغيا، تنخليهم يشربوا شويه وعاد تنزولهم. انا نعطيكم غير واحد النصيحه، الى مشى حتى مثلا فات لكم فيه الطياب مثلا تحمر شنو اللي خصكم ديروا له، غادي ديروه هنايا هكا وتردوه فوق البوطه طلع فيه الغليه وتزولوه.
طلع فيه الغليه ماشي تخليوه حتى يتعجن صافي تزولوه وديروه في انا صافي هكا غنخليه ما غنقيسوش صافي نخليه يشرب واحد شويه ونزولو. المهم من بعد ما خليته يشرب واحد شويه ديرو شي واحد جوج دقائق هكا صافي تصفيوه وغادي تكونوا موجدين واحد جبيبنا كبيبرة فيها الكوك. الكوك عندي هنايا انايا كيلو ولاني تنضيف غير بشويه بشويه كل ما تنشوفو بدا ينقص تنضيف باش حتى الا فزك يعني كان فيه داك قطر فيه الكونفيتير ما يضيعليش الكوك كامل. دائما هذه الطريقه انكم ديروها وهكا في نفس الوقت ملي تنديرو الجبنة كبيرة كبيرة فتتسهل علينا الخدمة متنبقاش نصوب كل وحدة بوحدها كما كيف تتشوفو. هاد الكاطو هذا ضروري انه يتندار في الثلاجة من كل حال سخون يعني ملي يكون الحال سخون ضروري انكم ديروه في الثلاجه ما تخليوهش برا باش ما يحمركمش راكم عارفين الحال سخون. وهاد الكاطو هذا تيكون يعني شارب الكونفيتير وهذا بحال السيرو تقريبا فما تيصلحلوش انه يبقى برا غيحمر لكم. والكوك سخت وبغيت نوصيكم الكوك تيرجع المذاق ديالو غاوي الا خليناه برا. الكوك هو اصلا جينيرال خصنا نبقاو نديروه في الثلاجه يعني الكوك انكم دائما يكون تحتفظوا به في الثلاجه باش مرات الكلمات تمشي من فمنا ضروري الكوك تحتفظوا به في الثلاجه الكوك ما خصوش يبقى بلا ثلاجه. وحاولوا انكم تاخذوا نوعيه ديال الكوك مزيانه انا غادي نبقى مستمره انا وريتكم الطريقه نبقى مستمره حتى نكمل الكميه ديالي باش ما يجيكمش الفيديو راه طويل ديجا ونتلاقاو من بعد ما نكمل الكميه اللي عندي. كيف قلت لكم دائما ديروه في هذاك السيرو وتخليوه لمده واحد جوج دقائق يشرب مزيان مهم عندكم ميزانكم جهد ما يشرب صافي وتزولوه تصفيوه وتفندوه في الكوك شي حاجه سهله ما غير ما تياخذناش الوقت كثير وتيجي زوين كل ما شرب كل ما تيجي تيجي هشيش وزويون من الداخل وخصو ضروري داك السيرو خصو ضروري يكون سخون يعني ما يكون ما يبردش ملي نشوفوه برد ردوه فوق البوطاي سخون يعني ردوه على النار يسخن ونوليو نعاودو بنفس الطريقه حتى نكملو الكميه اللي عندنا. المهم انا غنبقى نكمل الكمية اللي عندي وغنتلقاهم ها هو دا هنايا من بعد ما كملت الكاطو ديالي كله بالكوك اللي خليتو يشرب مزيان شوفو كيفاش تيجي هشيش تيجي رطب 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 بزاف غير تبعو الوصفة ديالي كعطيتها لكم وان شاء الله غادي يجيكم هشيش ورطب ما غاديش يجيكم قاصح في الطياب كيف قلت لكم غير يعني من الفوق تيبقى بيض من التحت تيذهب شويه تبعوا الطريقه كيف قلت لكم كل ما يبرد وليو سخنوه هذا السيرو اللي غديروا فيه السيرو اللي تيبقى لكم تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه حتى توليو تعاودوا تصوبوا به مره واحده اخرى اولا ديروا به حاجه واحده اخرى تسقيو به مسكوته يعني بزاف د الحاجات تقدروا ديروا به. هنايا شاطلي من كيلو خديت من كيلو بقات لي 200 غرام اللي بقات نقيه ما نقيوصاش في الباكيه ديالها وهنايا بقى هاد شويه هذا الكوك غير شويه واحد اللي هذا مقيوص نستعملوه حتى هو في شي نوع ديالو ما نعرفوش مجرد اننا نغربلوه نديروه في الثلاجه نحيدو منه داك الكرات ونديروه في الثلاجه وغنوليو نستعملوه في كاطو واحد اخر نديروه على مسكوته كيف قلت لكم ما غاديش يضيع ضروري ان تيبقى منه هكاك وسينو كيلو جاتني كيلو قل 200 غرام اللي بقات لي نقيه صافي هذا الكاطو ديالي نتمنى انه يكون عجب ديالكم وانكم تجربوه
وتخليوا لي في لي كومونتير كيف جاكم. راه تيجي هشيش 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 صدقوني. غنقول لكم السلام عليكم. تهلاو في راسكم وما تنساونيش من لايك ولي كومونتير ديالكم زوينين بحالكم. وبسلام عليكم. انا مقطع الكاتو ديالي.